ينضم معنا شبكات مراسلي وان نيوز من البصرة أثير العبادي، ومن باب الحسين العوادي، ومن نينا وعماد علي. أهلا بكم جميعا. أبدأ منك أثير، يعني أثير شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني حالات غرق في عديد من شوارع مدينة البصرة، حدثني بخصوص هذا الموضوع، تفضل. نعم، تحية لك زميلتي هاجر. بالتأكيد هنالك عدد من مناطق محافظة البصرة تعرضت إلى الغرق، والسبب واضح هو عدم تنفيذ مشاريع المية بالمواصفات الفنية المطلوبة، وأيضا عدم صيانة مجاري أو تصريف مجاري الأمطار، وبالتالي تعرضت هذه المناطق إلى الغرق على عكس مناطق أخرى كانت حقيقة غير متأثرة ولم تشهد أي نوع من أنواع الغرق بسبب الأمطار، وهي مناطق حقيقة يعني أيضا نفذت فيها مشاريع تدمية، لكن يبدو أن المشاريع التي نفذت في هذه المناطق هي مشاريع يعني رصينة وشركات أيضا معتمدة، وحقيقة يعني الفرق واضح بين بعض المناطق ومناطق أخرى، الأولى تأثرت بالأمطار والأخرى لم تتأثر إطلاقا بهذه الموجة من الأمطار، وهي لم تدم كثيرا حقيقة، هي فقط في فجر هذا اليوم كانت عند تقريبا الساعة الثالثة، ولم تستمر أكثر من ساعة ونصف إلى ساعتين فقط، لكنها كانت في غزارة عالية، وهذه الغزارة تسببت بغرق بعض المناطق، حتى أن جامعة البصرة في إحدى كلياتها أيضا وهي كلية باب الزبير، نعم، أيضا هي غرقت، واضطرت الجامعة إلى تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم بسبب الأمطار، ويعني الغرق الذي لحق في شوارع الداخلية الكليات طبعا باب الزبير، وأيضا هنالك بعض الشوارع والمناطق التي لا تزال غير مقدومة أو الخدمة فيها كانت ليس للمستوى المطلوب، أيضا هي تعاني الآن من الغرق وأيضا الطفح في المجاري بسبب الأمطار. نعم، طيب أثير، إذا هذه المناطق التي تتعرض للغرق في كل عام هي مناطق معروفة في مدينة البصرة، ألم تكن هناك خطة خلال فصل الصيف لتلافي ما سيحدث من غرق وأمطار خلال فصل الشتاء؟ نعم، وهذا ما يتحدث عن المواطنون والناشطون وأيضا المدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، في كل عام وفي كل موسم البصرة بعض مناطقها تغرق بسبب يعني أو للأسباب التي ذكرناها سلفا، وهي طبعا عدم تنفيذ مشاريع خدمية بالمستوى المطلوب. نعم، يعني هذه حقيقة ليست المرة الأولى، لكن يبدو أن لا هنا ليس هنالك معالجات حقيقية من قبل الحكومة، هي فقط هنالك صيانة لبعض مجاري تصريف الأمطار، وأيضا هنالك حوضيات تنزل إلى الشوارع في حال حدوث يعني الغرق، لا يعني لا أكثر من هذا. نعم، إلى بابل ولك حسين، أهلا بك من جديد. حسين، كيف هو الحال عندك في بابل؟ هل هو يعني كما هو الحال في مدينة البصرة أم هناك اختلاف عندك؟ تفضل. نعم هاجر، يعني يوم أمس الليلة الماضية شهدت محافظة بابل هطول أمطار غزيرة على المحافظة، على أثرها نعم، على محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي بعد أن غرقت المدارس وأيضا عدد من الجامعات، يعني الطرق المؤدية إلى المدارس و الجامعات وحتى بعض المدارس هي غرقت، لذلك أتت هذه العطلة بسبب صعوبة وصول طلبة المدارس إلى دوامهم في المدارس. أيضا بعض المناطق وبعض الشوارع في المحافظة غرقت، يعني لم تأتي لهم خدمة يعني خدمة تأهيل الطرق منذ سنوات، لم تشملهم الخطط خطة الحكومة المركزية في إعادة تأهيل طرق في جنوب المحافظة وحتى في شمال المحافظة. أيضا في مركز المحافظة يعني بعض الشوارع أيضا غرقت، يبدو بأن يعني هذه الأمطار ستتواصل في الأيام القادمة، ولغاية الآن لا توجد حلول من قبل الجهات الحكومية، حتى مشروع مجاري الحلة لغاية الآن هو متوقف عن الخدمة رغم الأموال الكبيرة التي صرفت إليه. يعني هناك يعني مطالبات بالضرورة أن تكون هناك حلول حقيقية لمعالجة مياه الأمطار التي يعني شاهدنا في الأحياء والأقضية والنواحي. أيضا يعني يبدو بأن الحكومة لغاية الآن ليس لديها حلول حقيقية لمعالجة أزمة مياه الأمطار، على الرغم من أن كوادر الدوائر الخدمية استنفرت بالكامل حتى الآليات، لكنها لغاية الآن لم تنجح
في يعني إزالة مياه الأمطار. طيب حسين، يعني هل هناك أنباء عن وجود خطة ربما ستستخدم خلال المرحلة المقبلة، خاصة ونحن في بداية فصل الشتاء وأغلب المحافظات العراقية ستكون عرضة خلال المرحلة المقبلة إلى سقوط أمطار مجددة؟ هاجر، هذا السيناريو هو ليس لأول مرة، هذا السيناريو هو متكرر في مناطق عدة، يعني حتى وأن تحدثوا عن وعود وتصريحات بأن هناك خطة ستشمل المناطق المتضررة تجاه مياه الأمطار وغزارة الأمطار، لكن ليست هناك يعني عمل حقيقي تجاه هذه المناطق. هناك عدد كبير من الشوارع والأحياء والأقضية في المحافظة لم تأتي لها الخدمة أو لم تشملها خدمة تأهيل الطرق، وما زالت تعاني من نقص كبير في الخدمات، يعني على مر الحكومات السابقة التي حكمت بابل لكنها لم تنجح أو تفلح في معالجة هذا الأمر. نعم، إلى نينوى أهلا بك من جديد عماد، وكما هو الوضع عند الأجواء لا تزال غائمة لديك في نينوى، هناك تعطيل للدوام عندك في الموصل كحال أغلب المحافظات العراقية، وأيضا هناك مطالبات من محافظ الموصل طالب من خلالها الأهالي بتقليل حركتهم قدر الإمكان وذلك حفاظا على سلامتهم، حدثني بما لديك عماد تفضل. نعم، اليوم بالطبع يعني بعد تعطيل الدوام الرسمي قامت الدفاع المدني بنشر مفارز عديدة في محافظة نينوى لحدوث أي طارئ، وأيضا يوم أمس الدفاع المدني أجلى عائلة من داخل سيارة، وأيضا أجلى 4 عوائل كانت محتجزة في دارها في أيمن الموصل وحتى في أيسري، وأيضا يعني حسب تعليمات محافظ نينوى اليوم المواطنين ملتزمين بهذه التعليمات. اليوم يعني نشاهد الشوارع خلفي هي قليلة وليست مزدحمة، هذه المكان بالطبع هي في الماضي هي كلش مزدحمة، ولكن اليوم يعني الحقيقة المواطنين ملتزمين بالتعليمات. وأيضا يعني حول تصريحات مجاري نينوى، كانت هي مستعدة وكان هنالك مشاريع كبيرة جدا يعني في الجانب الأيمن خاصة، لكن يستغرب المواطن الموصلي اليوم يعني ما شاهده من فيضانات ومن سيول بالرغم من أن هذه المشاريع أنجزت بالكامل. نعم. طيب أنت تحدثت عن وجود بعض المشاريع وأيضا تحدثت عن خيبة أمل لدى المواطن الموصلي بسبب فشل هذه المشاريع، هل هناك ثقة ما زالت موجودة بين المواطن الموصلي والحكومات المسؤولة عن هذه المشاريع الخدمية؟ تفضل. يعني بالحقيقة بعد هذه الأمطار كان المواطنين يعني متفاجئين، يعني كان لديهم كل ثقة بأنه هذه المجاري التي كانت موجودة والمشاريع الكبرى التي حصلت يعني من الممكن أن لا يكون هنالك أي أمطار في الشوارع حال بقية الدول، لكن المواطن اليوم تفاجأ وحس بخيبة الأمل عندما رأى معظم شوارع الموصل مغلقة بالكامل. نعم، أنا أشكركم جزيل الشكر، كنتم معنا شبكة مراسل وان نيوز من البصرة أثير العبادي ومن باب الحسين العوادي ومن نينوى وعماد جميل، شكرا جزيلا لكم.